مساء الخير. النهاردة هنحضر مع بعض البطاطس ويدجز. بطاطس الويدجز ديت من أسهل وأطعم طرق البطاطس اللي ممكن تاكلوها في حياتكم. إن شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. وصفة سهلة ومش هتاخد منكم أي وقت ولا مجهود. لو أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي بسمة. أتمنى إن أنتوا تشرفوني باشتراككم في قناتي ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. دلوقتي يلا على طول نبدأ بالطريقة، وأكيد المقادير هسيبها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف. اول حاجة هحضرها معاكم هي طبعا الليمون، واللي بشيل منه الجزء دوت اكيد من تحت ومن فوق، وهبتدي ان انا اقطعه بطريقة نفس تقطيع البطاطس واللي هي ويدجز. حمايل السكينة بتاعتي واقطعه كده قطع تقريبا بنفس السمك اللي انتوا شايفينه ده. هكمل الليمونة وهميل السكين عشان تطلع معايا بشكل الويدجز اللي هو زي عامل زي الهلال كده او نص هلال. طبعا عايزه اذكركم لو في اي بذر في الليمون لازم تشيلوه اكيد. كملت باقي الليمونه بالشكل ده، انا استخدمت ليمونه واحده بس كبيره. دلوقتي هحضر البصل، واللي هشيل منه الجزء ده بدون ما افصل تماما، يعني يا دوب بس اشيل الجزء دوت حاجه خفيفه بسيطه. انا مش عايزه البصل بتاعي يتفك من مكانه او يعني في السوى يطلع من مكانه، هو اكيد هيطلع طبعا بس انا مش عايزاه يطلع خالص، فعشان كده سبت شوية الجزء الفوقاني وسبت كمان الجزء التحتاني عشان يفضل ماسك في بعضه الى حد ما. ميلوا السكينة علشان تطلع معاكم بشكل الويدجز لازم. اوكي زي كده بالطريقة دي هكمل كل البصل بتاعي زي ما انتوا شايفين. هقسم البصلة من النص، حميل السكينة واقطع كده من النص ومن الجزء التاني بالشكل ده. اخر بصلايه معايا، وانا استخدمت طبعا 3 بصلات واستخدمت بصل احمر. طبعا ليكم كامل الحريه ان انتوا تستخدموا اي بصل متوفر عندكم، بس انا شايفه ان البصل الاحمر بيبقى كويس جدا وطعم في الوصفه دي. خلصت كل الكميه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. دلوقتي بقى هحضر البطاطس، وطبعا عايزه اقول لكم اي حاجه زي كده شايفينها مش كويسه في البطاطسايه اكيد لازم طبعا تتخلصوا منها او تشيلوها في الاول. انا قطعتها بنفس الطريقه الويتشز، يعني ميلت السكينه وقطعتها قطعه كده او 2 او 3 بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها. اي نوع بطاطس متوفر عندكم تقدروا تستخدموه مفيش مشكله. هكمل تقطيع طبعا باقي الكميه كلها، وانا استخدمت تقريبا 1.25 كيلو او 1.5 كيلو من البطاطس، عملوا تقريبا معايا 8 بطاطسات كبار. هكمل باقي البطاطس بالشكل ده، وحابه اقول لكم ان انا غسلتها كويس جدا جدا بفرشه قبل ما استخدمها. البطاطس ويتشز بتتعمل بالقشر بتاعها، فتاكدوا من نظافته كويس جدا قبل ما تبتدوا في تقطيع البطاطس. في قالب الفرن بقى انا حطيت ورق زبده وبدأت ان انا اوزع البطاطس بتاعتي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هبتدي هنا بإضافة الليمون وهقلبهم كده تقليبة بسيطة مع بعض، وبعدها هبتدي بإضافة البصل هوزعه كمان بالشكل ده. دلوقتي هضيف 8 ورقات لورا، ضيفوا طبعا الكمية اللي تعجبكم، انا مش عارفة تقريبا 8 او 10، قللوا او زودوا زي ما انتوا عايزين. دلوقتي هضيف بقى التوم، وانا استخدمت راس توم صغيره بقشرها، ما تستغربوش ان هي بقشرها. القشره ديت علشان تحمي التوم بتاعي انه ما يتحرقش، وفي نفس الوقت يتشوي ويبقى زي الزبده كده وطري معايا. ما تقلقوش انا هقشره قبل ما اكله اكيد. هنا هحضر بقى للصوص اللي هضيفه على البطاطس بتاعتي او هسويها فيه، واستخدمت طبعا عصير ليمونه كامله كبيره، وضفت عليها تقريبا 4 معالق من الصلصة، والتوابل بتاعتي اللي هي البابريكا وريحان وروزميري وزعتر ونص معلقة صغيرة من الكمون. هضيف طبعا الفلفل، ده فلفل أسمر يعني خشن شوية، اضيفوا أي فلفل أسمر متوفر عندكم، وبعدين الملح. هضيف كمان زيت زيتون تقريبا حوالي 1/4 كوباية، لو مش متوفر تقدروا تستبدلوه بأي زيت نباتي من اختياركم. هقلب كل المكونات ديت مع بعضها كويس جدا زي ما انتوا شايفين،
وهبتدي بإضافتها على البطاطس والبصل والليمون بتاعي. لو اتبقى طبعا عندكم من الصوص دوت تقدروا تحتفظوا بيه في تابر وير وتشيلوه في الفريزر ويبقى عندكم جاهز في اي وقت عايزين تعملوا فيه البطاطس ويدجز. انا وزعت الصوص بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ان انا بفرشة اوزعهم كلهم على بعض، بس بقى ايه، مش هوزعهم كلهم، يعني بعض البطاطسات بس تتغطى بالصوص مش كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا قطعت كمان ليمونة خضرة علشان الشكل، وقطعتها بنفس الطريقة برضو ويديز، بس للأسف الكاميرا ما صورتش، فطبعا تقدروا تستغنوا عنها او تضيفوها، بس هي بتدي لون جميل قوي مع ميكس الالوان اللي احنا شايفينه قدامنا ده. زي ما انتوا شايفين كده بالفرشة هبتدي ان انا اوزع توزيعة خفيفة بس مش على كل البطاطس، وطبعا انا مش هسويها في مية ولا اي حاجة، انا لما هغطي عليها وادخلها الفرن مع الحرارة البصل هيبتدي ان هو ينزل ميته والليمون كمان هينزل ميته، وهتتسوى هي في الصوص ده وهتبقى ممتازة ورائعة وهتستوي معانا كويس جدا. طبعا في ناس بتفضل ان هي تسلق البطاطس الاول نص سلقة، انا ما بفضلش كده، انا الحقيقة قلت لكم على اسهل طريقة تعملوا بيها البطاطس ويدجز. هدخلها الفرن لمدة ساعة على الرف التحتاني، طبعا انا احكمت اغلاق القالب كويس جدا مش عايزة اي بخار يطلع منه نهائيا. انا سبتها على درجة حرارة 200 او 400 فهرنهايت. ده شكلها بعد ما طلعت زي الزبدة يا جماعة وطعمها رائع. قدمتها في طبق التقديم، ومش عايزة اقول لكم يعني ميكس البطاطس المشوية دي او البطاطس ويدج مع البصل المشوي والثوم المشوي رائع قد ايه، وطعم الليمون فيها بجد يجنن، ميكس جميل، جربوها ان شاء الله مش هتندموا. انا قدمتها جنب صوص زبادي كنت عاملاه ومحضراه مخصوص الوصفه دي. لو حابين تقدروا تقدموها طبعا جنب اي بروتين من اختياركم على ذوقكم، وتقدروا كمان تاكلوها بس بالصوص كده حاجه. اتمنى الوصفه يا رب تكون عجبتكم النهارده، لو جربتوها وعجبتكم ريت تكتبوا لي رايكم في الكومنت، تقدروا كمان تحطوا لي صور تطبيقاتكم على صفحه الفيسبوك بتاعتي. انا بشكركم جدا على حسن المتابعه، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد وانتم بالف خير، وباي باي.